السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله بإذن الله غتشوفوا معي واحد طريقة كيفاش كندير هاد الفخيضات راه كيطلعوا مقرمشين وكيطلعوا بنان أنا عندي هنا بسم الله عندي قياس كيلو كيلو شوية هكذا ديال الفخيضات غاسل بالملحة والخل والحامض ومنقيهم مزيان على هاد الشكل وانتم على حسب الاشخاص الكمية اللي فيكم وبالنسبة انا المقادير عندي معلقة صغيرة ديال الخرقوم معلقة صغيرة ديال الملح معلقة كبيرة ديال القزبر ومعدنوس هنايا عندي معلقة صغيرة ديال السكنجبير معلقة صغيرة ديال التحميرة وراس معلقة ديال البزار وهنايا عندي الزيت ديال الثومة راني فايت لي مشاركة معاكم في القناة وهنا عندي جوج ديال البيضات وهنا بطبيعة طبيعه الحال نحتاجو لامورطاد واحد المعلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال الخل الخل هو اللي كتخليه كيبقى هشيش وهنا غنحتاجو لا مع تشيبس وتشيبس ديال الدار وهذا هو السر ديالهم في التقرميشه تيجو مقرمشين الا بغيتو الطريقه ديال التشيبس كيفاش كنصايبها انا في الدار قولوها ليا راه تيجي على هاد الشكل وكتجي واحد المذاق فيهم ما ليكم كيجيو فنين ايوا غنبداو دابا ان شاء الله بسم الله باش نبدا ندير لهم الشرموله ديالهم غنشد دوك جوج ديال البيضات غنضربهم شي شويه هكا بالفرشيط كنضربو هكا مزيان ايوا غنكبوه دابا وغنزيد ان شاء الله العطريه بسم الله غندير ديك معلقه ديال الخرقوم الخرقوم البلدي غنزيد عليه دابا ديك معلقه ديال السكنجبير وغنزيد ليه ديك معلقه ديال التحميره مع راس معلقه ديال البزار وهنايا غنضيف ليهم معلقه ديال القزبر ومعدنوس مخلطين مع معلقه صغيره ديال الملح وغنزيد ليهم دابا داك زيت ديال الثومه راه كيجي معاهم فن كي قياس معلقه ايوا صافي هادو هما التوابل اللي غنديرو وغنخلطهم دابا ان شاء الله وغنزيد عليهم على فكره ديك معلقه ديال الخل هذا الخل هو اللي تيخليه هشيش و تيخلي اللحم رطب ورغم ذلك تيبقى من الفوق مقرمش وغنزيد ليه دابا ديك معلقه ديال لامورطاد صافي وغنخلص دابا ان شاء الله هاد الخليط ديالي هكا مزيان وراه يجربوا جربوا هاد لاصوص راها كطلع فنه والطريقه اللي كندير اليوم انا راه تبارك الرحمن كيطلعوا بنان ما تشبعيش منهم ومن الاحسن خليوهم شويه حتى كيشربوا ديك العطريه اللي زربان يخليهم تقريبا ساعه ولا نص ساعه واللي ما زربان من الاحسن يخليهم شي هكا يخليهم في الليل يصايبهم في الليل غد ليه يطيبهم كيطلعوا بنان كيطلعوا فنين ايوا صافي دابا غنبدا ندخل فيهم هاد العطريه هادي هكا على هاد الشكل حاولوا كل شيء دهنوهم مزيان بهذا لاصوص راه ريحتها طالعه ما نعاودش ليكم يعني كنقول لكم هاي جربوها ان شاء الله راه تعجب الوليدات انا هنايا من الاحسن غنستعمل يديا لان البنه كتبقى في اليد بطبيعه الحال ايوا صافي هكا باش نخلطهم مزيان ني تدخل معاهم العطريه هكا مزيان ايوا على هذا الشكل غندير لهم كاملين هكايا ايوا هنايا من بعد ما شرملتهم تبارك الله ما شاء الله دابا نخليهم ان شاء الله يخمروا ويشربوا لي ديك العطريه انا هنا غنخليهم واحد ساعه حتى نص ساعه تقريبا وغنقليهم ونتلاقاو ان شاء الله وهنايا راه صافي كملات لي ديك ساعة باش نزرب ليكم هكا شوية الفيديو باش ما يجي طويل راه ريحتهم تبارك الله ما شاء الله طلعة ما شهيتكم فيها ايوه انا كيف قلت لكم عندي ديك لا مع داك تشيبس تشيبس ديال الدار هذاك هي السر ديال القرمشه ديالهم وغنبداو دابا ان شاء الله بسم الله نبدا دابا ندوزهم كاملين في داك لا شابلور على هاد الطريقة هادي وانا كان عمرهم بزاف حيت الدراري تبارك الله تيعجبهم مع يكونوا مقرمشين فيهم ديك تشيبس تشيبس كتعجبهم فلهذا حاولوا تعمروهم مزيان وكنقول لكم اجربوا هذه الطريقه هذه راه غتعجب الوليدات وكيطلعوا بصراحه كيطلعوا بنان أنتي وما تشبعيش منهم يعني كنقول لكم على الطريقه هذه راه فنه ايوا صافي ودابا غنبدا نحط اللي صايبتها نبدا نحطها في على جانب مزيان في هاد تشيبس راه طلعوا بنان يعني عمرهم مزيان غنقرب لكم وحده شتو كيفاش كتجي راه كتجي تبارك الرحمن كتجي فنه يبقى غندوز ثاني نصايب وحدين اخرين حتى اكمل كاع الكميه اللي عندي انا هنا كنفضل نخدم بيديا كيف قلت لكم اليد ما كان ما منها وراه هكا كيفاش كيجو؟ الا كتلاحظوا معايا غندوز ندير هادو حتى هما اللي بقاو هاد الجوج يعني حاولوا تشبعوهم مزيان ديك تشيبس ولا شابلون راه يا سلام يعني بلا ما نبقى نشكرهم ليكم كنقول جربوهم ردوا عليا ان شاء الله وشوفوهم كيفاش جاوكم يو هذه وحده هي اللي بقات ليا صافي راه كيجيو على هذا الشكل ايوا غندوز دابا ان شاء الله باش نقليهم ونشوفوا ان شاء الله كيفاش غيجيو اه هنا من طبيعه الحال عندي الزيت كنخليها حتى كتسخن مزيان انا هاد الكوكوت هادي ما كان كنستعملها درتها غير القلي. فهي زوينه في القلي بالنسبة للفريت وهاد الفخيضات و... و... وكل القلي فهي كتجي زوينة يعني كتجي غارقة شوية وكتجي في القلي المهم زوينة وخلو الزيت تيسخن كيف قلت لكم زيان زيان من بعد ما يسخن غتنقصو عليهم البوطة نقصو عليهم شوية ماشي بزاف المهم البوطة ما تكونش مجهدة وهم كيطيبوا باش هكا كياخدو كي الطياب ديالهم من الداخل وفي نفس الوقت كيتحمروا وكنقول لكم بالنسبه لهاد الكوكوتات اللي عنده شي كوكوت هكا ما بقاش كيستعملها فيخليها للقلي راه كتجي في القلي حتى هي زوينه يعني غير جربوها احسن من المقلات ديال القلي وكتجي فيها حتى الفريت زوينه واخا انا ما كنديرش الفريت بزاف في الزيت غالبا كنديرها في الفران ومنين كيقربوا كي تيبولينا فكنشدهم وكن نخشي فيهم هكا الموس شي شويه في الداخل ها آه هما كيفاش كيجي اللون ديالهم راه كيجي تبارك الله كيجوا محمرين وفي نفس الوقت كيطلعوا طايبين من الداخل ها ما على هاد الشكل كل وحده تقبوها هكا بالمص شويه تك يقربوا يطيبون طبيعه الحال ماشي في الاول وراه غير اللون ديالهم غيوريكم كيفاش داير المذاق يوانا انا هادو راه صافي راه طابو كيجيو على هذا الشكل المهم هنا راه سخان حتى نوريكم كيفاش جاوا راه كيجيو طايبين ومقرمشين وديك تشيبس كتبقى لاصقه فيهم كتبقى في الفوق يبغى غندوز دابا نحط الكميه اللي بقات ليا ان شاء الله ايوا دابا انا غنحط هذا الشيء اللي بقى ليا تنكملو ان شاء الله وغنستمر هكا تنكمل كاع الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم كيفاش جاوا ايوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طابوا راه هكا كيفاش كيجو تبارك الله ما شاء الله راه مقرمشين وفي نفس الوقت راه كيجو كي طايبين من الداخل كرفقهم هنايا بلاصوص اي لاصوص عندكم انا عندي هنايا لا مرتاد ولاصوص ديال المشاوي والحار وهنايا رفقتهم بالفريد يمكن لكم ترافقوهم بلاص بسلطه او لاي حاجه عندكم المهم داكشي كيبقى اختياري ايوا غنوريكم دابا ان شاء الله بسم الله غنوريكم وحده كيفاش كتجي من الداخل راه كتجي فنه تبارك الله ما شاء الله وكتجي بنينه كنقول لكم غير جربوها ان شاء الله هالطريقة الطريقه هذه راه تعجبكم وفي نفس الوقت الا كتلاحظوا معايا راه كيجي طايب من الداخل والتقرميشه كتبقى هي هي يعني ما كطيح ولا والو انا هنا راه باقيين سخونين صافي كاش دوك الفخيضات على هذا الشكل كدوزيهم في لاصوص ديالك واي لاصوص عندكم كلكم ترافقوهم باي حاجه ايوا هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو نتمنى تكون عجبوكم ان شاء الله وكنقول لكم غير جربوا هذه الطريقه هذه الفخيده تراهم زوينين وكيجيو بنان وبصحو وراحه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر